خلينا نكمل، لان امبارح كان في اجتماعات مهمه جدا كمان في النادي الاهلي، تحديدا لجنه تسويق العضويات برئاسه العمري فاروق. عقدت اجتماع كان مهم جدا، وكان في كتير كمان من اعضاء مجلس الاداره زي خالد مرتجي، محمد الغزاوي، محمد دماطي، محمد الجرحي مع حفظ الالقاب طبعا، لميا مختار، والدكتور سعد شلبي. اللجنه استعرضت مفروض الخطط الفتره اللي جايه التسويقيه والاعلانيه اللي هيتم الاستقرار عليها عشان يبتدوا بقى يروجوا لعضويه النادي. بنتكلم بقى مش بس في مصر، بنتكلم في مصر وكمان في الخارج، بس بيكون في الاطار وفي الشكل المناسب عشان كمان يعرضوها على كابتن محمود الخطيب. كان في افكار كتيره جدا واستراتيجيات واهداف مفروض ان هي كمان موضوعه عشان تحقق الفتره القادمه وتليق بكيان النادي الاهلي. وطبعا احنا عندنا افرع مختلفه يا كريم، فمهم جدا ان انت تسوق لده من دلوقتي، مهم جدا الاعضاء يبتدوا يفهموا ايه الخدمات المقدمه كمان من الافرع المختلفه، خصوصا احنا بنتكلم عن فرع التجمع الخامس. فيعني اعتقد كان اجتماع مهم جدا، وهنتابع طبعا كمان الخطوات القادمه، وهنتابع كمان راي كابتن محمود الخطيب في الخطه اللي تم او هيتم عرضها عليه. جميل.